شيخنا أحدهم جرى له حادث في رمضان وكان الطبيب قد نهاه عن الصوم ويريد القضاء وبعد أن شفاه الله ولكنه يعمل في البناء ولا إجازة له سوى يوم الجمعة، فهل يجوز له تأخير القضاء إلى أن يعود إلى بلده مع العلم أن العمل الشاق ولا أستطيع معه الصوم؟ نعم، القضاء ليس له حد أو وقت معين، لكن كل ما بادر به حسب استطاعته فهو أفضل لإبراء ذمته، وإن أخره إلى أن يستطيع القضاء فلا بأس بذلك. نعم.